السيدات والسادة الحاضرين، أيتما الاستماع والحضور الكريم، اللي تشكالين المصوم تدي أتاي إفران تغشيش تمناي تاكران أيتما فول وقارب موزكان مديرة موزكان الحليمة أركم السحابة مزلقة يا أركم تشكال صفح النوم أركم تشكال صفح التواجد من المزلغي أمس لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب النضال، حزب المعقول، حزب الثقة. أقول للإخوان، شوف من العار وحشومة، الصونة يختدر رفيق بوزاكان راه تدنا وغوك الميم، راه تدنا وقت بزاف، راه تدنا بوزاكان، من العار وحشومة، ماشي من الحضارة، ماشي من الحضارة، عسكري ديال حزب التجمع، يا سكين ديال الفلاسيسكان زندريكا. من العار وحشومة هذا تقليد غير كاين غير خليوني هذا تقليد غير منطقي هذا تصرف صبياني هذو ما يستحقون يسيروا البلدية الناس ما يستحقوش يسيروا البلدية نقدر هذا الحزب ونقدر الأنظام نقدر حزب الصلاة والمعاصرة في قيادته الجهوية وقيادته الوطنية ولكن من العيب والعار القيادة المحلية من العار عليها هذا الشيء احنا جينا ضيوف عند مذاكر ما جيناش على هذا الشيء إذا كان شي واحد غادي يرحل هذاك السيد اللي هرمو خطفه يا ضباط هذاك اللي ما خلاش الناس يبنيو هذاك اللي كيشد الرشوة باش الناس يحيدوا لهم التخيط ديالهم هاد الشيء تصبح وغادي نفتحوا هاد الرشوة ديالكم حشومة عليك كنا نتمنى أن تكون أكبر من هذا من كان شفار هو اللي كيشد فلوس عند الناس بوزاكارن راكم كتعرفوهم راكم الناس بوزاكارن عقوبكم اليوم حنا جينا هنا باش نبنيو بوزاكار ونبنيو الجماعات ديال بوزاكار حنا في التسيير ديالنا وزعنا الاعتمادات الماليه الخاصه بقريب كلميم بالتساوي على جميع الجماعات من امتدي الى راس منيل الى كل الجماعات تم التساوي فيما بينها نسيد الفلوس بالضبط لكل قريب كلميم اماس الجماعات التساوي لقيمو كلميم مجلس الاقليمي انت الديوان الوضع حريته قال يا ويتيدي إتيمولاي يا ويتيدي إفران يا ويتيدي إفران يا ويتيدي تشيش يا ويتيدي الجماعات كل المذكرة تنفي تكري أصل إختلال فيضا لا تكرر جسيبو يا رأم السيساف نظام الحاضر اتحاد الاشتراكي عبر المرشحين نز نتنايف فوق نتليس الجوتات كراي الوار يحضو كونوا عقلاء وكونوا حاضرين ارحل يا من يسلك مذكر ارحل يا من يقبض الشعب التنمية لمذكر من أجل مذكر سندفع دماءنا من أجل مدينة مذكر القوية أن تبنى لذكر أن يبنى لشباب مذكر بقرا لهم أن يبنى لهم تملاعب القرب مساحة خضراء التنمية الحقيقية لبوزاكان يجب أن نحمي دوار بوزاكان لكي نقف وطنات ونلتزم بذلك عبر برنامجنا نحن لا نخاف إلا الله سبحانه وتعالى لا نخشى هؤلاء على المنطقة شعب ونزلتم بغسل ونزل الطوبيل جاز الطوبيل أتريد تنصف ولكن دوسر قدر له القانون وريد تمحو رادك تنين والد اسماعيل قام الشراب اسماعيل ما حيا يتروان بوزاكر بس تشكل هجوم غصا عطينا يتروان ما نحن نكتب الحج الانتخابات هزلين ولكن والد اسماعيل الشراب يتروان بوزاكر بس تشكل هجوم عار يا تروان نرغ الحبس ودا كيادة ونقل تروان نرغ الحبس هكسي حرام حشومة عار أن تكون التقاليد بحلقة اليوم حزبنا يلتزم بالتنمية الحقيقية سنبني مدينة أبو زكر سنبني كل جماعات أبو زكر من عيت بوفون لتاقان لتيموناي لإفران لتغشيش لأبتلي لأتاي كلهم جماعات سنقوم بتنميتها كما قمنا بتنمية مدينة قليم وقمنا بتنمية مجموعة من الجماعات الأخرى نحن لا نقول الشعارات
نحن نعيد ونوفي بوعدنا. نحن هنا من اجل ان نكون ملتزمين. نحن ابناء هذه المنطقه وسنكون لها ولها. فبالتالي اشكر كل من حضر على هذا اللقاء. اشكر الجمهور الكريم في مغارين إرقاز الشباب الشيب. اشكر كل الرؤساء الذين تعبوا معنا واشتغلوا من اجل بناء تنميه مناطقهم. كل في موقعه. شوف عمرو يقيم ابن المعقول. انا وانت نشوف المعقول وحده تريقيمي. الحق هو الذي يعلى ولا يعلى عليه. اما الباطل فهو مكانه الاخره. مكان الباطل فهو الاخره. ما يمكنش الباطل بشيء على الحق. وكنتمنى باننا كل ما التزمنا به في برنامجنا المحلي لمدينه مزكر غادي نقوم به، وما التزمنا به في برنامج الاقليمي والجهوي سنقوم به. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.